السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور نوري في أول محاضرة إن شاء الله في مادة الكيمياء العامة الخاصة بالكليات الطبية. طبعا زي ما عارفين نظام الإعداديات الطبية أو السمستر الأول عادة يكون عام، مطلوب منك أن تدرس المواد الثانوية العامة باللغة الإنجليزية وتبدأ بتعرف بشوية بشوية. طبعا باهي، إذا بالنسبة للكيمياء كمادة كيمياء أنتم درستوها في الثانوي، ما هيش جديد عليكم، وعارفين أن هي تهتم بالمركبات الكيميائية، بالمحتويات، بالعناصر، الذرات، الجزيئات، الروابط الكيميائية والتفاعلات الكيميائية وتوزيع الإلكترونات والأشياء اللي أنتم عارفينها. نفس الشيء يطمئنوا يعني في الجامعة أو في المرحلة الأولى من الطبيات حتدرس نفس الشيء الكيمياء، نفس منهج الثانوي، ولكن في شوية تغيير باللغة الإنجليزية، في مصطلحات جديدة تتعلمهم، وفي شوية ما نقول صعوبة أو تعقيد، ولكن يعني في شوية عمق يعني. فالمطلوب منك أنت تجاوب أسئلة أكثر في وقت زمني أقل شوية. فاطمئنوا اللي يحب الكيمياء وفهمها يزيد، حيزيد إن شاء الله خلال الكورس هذا يزيد يفهمها معنا ويوسع المدارك متاعه وينظم معلوماته اللي هي عنده أصلا إن شاء الله. بهي إذا كلمة كيمياء أول حاجة كيمستري، الكيمياء معناها شنو؟ كيمستري، جنرال كيمستري، كيمياء العامة. طبعا عندنا موضوع تاني حناخدوه إن شاء الله في تصوير مختلف اللي هو الكيمياء العضوية اسمها أورجانيك كيمستري. إذا تعال معايا تو نبغى نعرف ما هي أركان الكيمياء اللي أنت تدرسها في الكليات الطبية. إذا الكيمياء الطبية طبعا هو كمصطلح كيمياء طبية يعني ما هي المعلومات اللي في الكيمياء المفروض طالب الطب يعرفها. فأنت خلال دراستك حتدرس المواضيع هذه في سنة الإعداد أو المرحلة التمهيدية أو السمستر الأول، حتدرس إنورجانيك كيمستري. إنورجانيك كيمياء شنو؟ غير عضوية. طبعا كلمة أورجان يعني عضو، أورجانيك شمناها عضوي أو عضوية، فهذه اسمها أورجانيك كيمستري. أورجانيك شنو؟ كيمستري، كيمياء عضوية. وعندنا كيمياء غير عضوية إنورجانيك، إنورجانيك معناها كيمياء غير عضوية. إذا ترجموهم الكلمات هادم، أورجانيك شمناها أورجانيك يعني عضوية، كيمياء عضوية، وهذه اسمها غير عضوية، غير عضوية، غير عضوية، كيمياء غير عضوية، نفية إنورجانيك. بايو كومباوندز اللي هي يسموها مركبات حيوية، مركبات بايو، بايو يعني حيوية، جاية من كلمة شنو؟ بيولوجي، بيولوجي يعني أحياء. باهي مركبات حيوية، مركبات حيوية هذه توجد في الكائن الحي فقط. إذا تعالوا ناخذ مثال، أنت كطالب أول شيء بتشوفه هنا تتفرج على مركبات مختلفة. إذا هذا مركب اللي هو المية زي ما عارفينه، وهو الووتر اللي هو الماء أو الووتر. شنو تلاحظ هنا؟ تلاحظ أنه عبارة عن H2O، يعني مركب الماء هدايا نقدر نقول أنه مركب غير عضوي. لماذا؟ لأنه لا يحتوي على كربون. إذا هذه أول معلومة، شوف المركب في كربون ولا ما فيش شيء. لو كان ما فيش شيء كربون فأعرف أن المركب هذا يعتبر غير عضوي. زي شنو مثلا؟ الماء، زي النشادر اللي هو NH3 هذا غاز النشادر، أو الأمونيا، كذلك المركب كلوريد الصوديوم، هذه كلها مركبات غير عضوية، وموضوع دراستها هو الكيمياء غير العضوية، اسمها Inorganic Chemistry. شنو اسمها؟ Inorganic Chemistry، وحندرسه إن شاء الله جزء منها في موضوع الجنرال كيمستري. إذا الكيمياء الجامعية أنت بتقرأ حاجتين، بتقرا الانورجانيك كيمستري او الكيمياء العامه اللي هي جنرال كيمستري، وبتقرا بعدها حاجه اسمها اورجانيك كيمستري الكيمياء العضويه. باهي شنو هو تعريف المركبات العضويه؟ كيف نتعرف عليها؟ اي مركب عضوي لابد ان يحتوي على الكربون، عنصر الكربون ضروري. اذا اي مركب عضوي لازم يكون فيه شنو؟ الكربون. اذا هذا يعتبر اورجانيك كومباوند، مركب عضوي. اذا كلمه كيميكال كومباوندز يعني مركبات كيميائيه. إذا chemical compounds يعني مركبات كيميائية، والمركب الكيميائي يتكون من عنصرين مختلفين أو أكثر، ديما خذوها قاعدة هي. إذا هذا عنصر الأكسجين وهذا عنصر الهيدروجين مع بعض كونوا مركب الماء، هذا عنصر النيتروجين وعنصر شنو؟ الهيدروجين، كونوا رابطة كيميائية وكونوا مركب الأمونيا. نفس الشيء هنا كلوريد الصوديوم متكون من الصوديوم، عنصر الصوديوم وعنصر الكلور. نفس الشيء عنصر الكربون والهيدروجين، عنصر الكربون والهيدروجين. إذا هذه مركبات عضوية، لماذا؟ لأنهم يحتوي على عنصر الكربون. وفي حاجة مميزة جدا درستوها في المرحلة الثانوية، وهي أن المركبات هذه اسمهم هيدروكربونات، اسمهم هيدروكربونات. لماذا هيدروكربونات؟ لأنهم يتكونوا من هيدروجين وكربون فقط. فإحنا في الجامعة بس فقط بنقول أن هذه باللغة الإنجليزية اسمهم هيدروكربونز. هيدرو كلمة هيدرو معناها هيدروجين، كربون بمعنى شنو؟ الكربون. هيدروكربونز، هيدروكربونز. إذا هذا اسمه هيدروكربونز، والجمع هذه الاس طبعا لان هيدروكربونز. باهي، اذا الهيدروكربونات شنو هي؟ الهيدروكربونات شنو تعريفها؟ هي مركبات عضويه تتكون من كربون وهيدروجين
فقط، إذن هذا اسمهم هيدروكربونات. باهي كويس، عندنا مركبات حتى هي تتكون من كربون وهيدروجين واكسجين. إذن في عنصر جديد خش في الموضوع أنا، وهو عنصر الاكسجين. المركبات هذه ما نسموا فيهم بايو مولكيولز او بايو كومباوندز، مركبات حيويه. لماذا؟ لان فيها اكسجين. اذا هذا حتى هم يعتبروا اورجانيك. يعتبروا شنو؟ اورجانيك. اورجانيك شمعنا عضويه، مركبات عضويه، ولكن ما هماش هيدروكربونات، هما ما همش كربون وهيدروجين فقط، لا، هذا عباره عن كربون وهيدروجين واكسجين. اذا المركبات هذا اسمها شنو؟ بايو مولكيول او بايو كومباوند، مركبات حيويه. اذا هذا هو الفرق ما بيناتهم. لكن ما تنساش ان حتى هذا مشان يعتبروا مركبات عضويه، ايضا هذا مشان يعتبروا مركبات عضويه، وذلك لاحتوائهم على عنصر الكربون. لكن هذا ما يعتبروش هيدروكربونات، لانهم متكونوا من كربون وهيدروجين، مش فقط معاهم شنو؟ اكسجين. لو سالتكم عن المركب هذا، هذا بتقول لي انه هو غاز الميثان. غاز الميثان، غاز الميثان. لو سالتك شنو هو غاز الميثان، بتقول لي هو هيدروكربون. طبعا انتم اخذتوه في الالكانات صح؟ اذا هو هيدروكربون. لماذا؟ لانه حقق الشرط كربون وهيدروجين فقط، وهو مركب عضوي اورجانيك. اذا لازم تقول انه هو مركب عضوي، ماشي. نفس الشيء هذا البنزين، عارفينها C6H6 بنزين. اذا شنو هو البنزين يا جماعه؟ البنزين هو مركب عضوي. لماذا مركب عضوي؟ لانه يحتوي على الكربون. السؤال الثاني، هل هو هيدروكربون؟ نعم يعتبر هيدروكربون. لماذا؟ لانه متكون من هيدروجين وكربون فقط، ما فيش عنصر اخر. تمام، اوكي. لو سالتك سؤال ثاني، نقول لك مثلا هذا مركب ولا عنصر ولا شنو؟ شو بتقول انت؟ بتقول هذا مركب. علاش مركب؟ لانه متكون من عناصر مختلفه، فيه ثلاثه عناصر مختلفه. السؤال اللي بعده، هل هذا مركب عضوي ولا غير عضوي؟ بتقول لي هذا مركب عضوي لاحتوائه على عنصر الكربون. السؤال اللي بعده، هل المركب هذا يعتبر هيدروكربون، يعني يتكون من كربون وهيدروجين فقط؟ انت تقول لي لا، المركب هذا متكون من كربون وهيدروجين واكسجين، وبالتالي نعرف ان المركب هذا موش مركب هيدروكربون، هو مركب عضوي، ولكنه شنو يعتبر؟ بايو كومباوند، يعني مركب حيوي. طبعا اكيد المركب هذا عرفتوه، هذا سكر الجلوكوز، سكر منه جلوكوز. اذا سكر الجلوكوز هو مركب حيوي. لماذا؟ لانه يوجد في الكائن الحي فقط، وكلنا نعرف ان سكر الجلوكوز يتصنع في النبات عن طريق عمليه اسمها البناء الضوئي، لان النبات يعتبر منتج اولي، واللي بيستهلك الجلوكوز هو الانسان او الحيوان يعني. باهي، اذا هذا باختصار المركبات العضويه، وتكون انت تعرفت عليهم بشيء من البساطه يعني. باهي، اذا باختصار شو المطلوب منك قبل ان نبدا في الكيمياء كمنهج الكيمياء؟ مطلوب منك الاتي: تتعرف على المركبات الكيميائيه، كيميكال كومباوندز، يعني المركبات الكيميائيه. المركبات الكيميائيه اول حاجه شوف الكربون، فيها كربون ولا ما فيهاش؟ لو كان ما فيهاش كربون المركبات هذه شن اسمها؟ مركبات غير عضويه، inorganic compounds. لو كان فيها كربون شن اسمها المركبات هذه؟ organic compounds، مركبات عضويه. organic compounds، ماشي، مركبات شنو؟ عضويه. اذا هذا مركب عضوي وهذا مركب عضوي لاحتوائهم على عنصر من الكربون. الحاجه اللي بعدها، لو كان المركب العضوي هذا يحتوي على كربون وهيدروجين فقط، شن نسموه المركب هذا؟ نسموه هيدروكربون. الهيدروكربونات هذه تعتبر وقود مثالي، زي غاز الميثان او البنزين، وقود يعني تعطي هاي انرجي، طاقه كبيره عند الاحتراق. ومعروف طبعا تفاعل الاحتراق هو اكسده الكربون الى ثاني اكسيد الكربون، واكسده الهيدروجين الى بخار الماء، وانتاج طاقه عاليه لا يحتملها الجسم البشري او الكائن الحي. لذلك لا توجد هذه المركبات في الكائن الحي ابدا. لماذا؟ لان كربون وهيدروجين فقط، لابد من إضافة عنصر الأكسجين لكي تدخل هذه المواد إلى جسم الإنسان وتتحول من هيدروكربونات عضوية إلى بايو كومباوندز، مركبات حيوية، اللي هي سكر الجلوكوز. باهي، إذا باختصار لو أنا سألتك قلت لك شنو رأيك بمركب زي الكربوهيدرات؟ كربوهيدرات زي سكر الجلوكوز هذا قدامكم، صح؟ الكربوهيدرات مثلا أو البروتينز، البروتينات هذه توجد في الكائن الحي، صح؟ توجد في الكائن الحي فقط، لا توجد لك في الطبيعة وخلاص. اذا نبات ولا حيوان ولا انسان عنده كربوهيدرات، بروتينز، وليبيد، شو معناها الليبيدز؟ الدهون. ومنو عندي ثاني؟ عندي مركبات النيوكليك اسيد، الدي ان اي والار ان اي، نيوكليك اسيدز، الاحماض شنو؟ النوويه. من هم الاحماض النوويه؟ الدي ان اي والار ان اي. اذا هذه المصطلحات يعني باللغه الانجليزيه كربوهيدرات، يعني المواد الكربوهيدراتيه، البروتينات بروتينز، ليبيدز اللي هم الفات الشحوم او الدهون،
ونيوكليك اسيدز. من هم النيوكليك اسيد؟ اللي هم الدي ان اي، وايضا من هو ار ان اي. الدي ان اي والار ان اي مثلا نيوكليك اسيد، الليبيدز الدهون، البروتينات والكربوهيدرات كلها، والسكريات طبعا كلها تدخل في الكائن الحي فقط، اذا هي مركبات حيويه، اذا لابد ان تحتوي على كربون وهيدروجين واكسجين. كذلك الهرمونات والانزيمات والفيتامينات، لكن هذا حتدرسه في ماده اسمها بايو كيمستري ان شاء الله السنه الجايه او الفصل الجاي باذن الله. لكن احنا ان شاء الله في سنه الاعداد حندرس كيمياء عضويه وكيمياء غير عضويه ان اورجانيك كيمستري، وهذه نبدو فاهم مع بعض ان شاء الله. تمام. اذا عندنا احنا مجموعه من المسميات الانجليزيه بنكتبها هنا قبل، بعدين نمشوا ابعد من هيك. باهي لو سالتكم شو معناها مثلا كميه، كوانتيتي، كوانتيتي شو معناها كوانتيتي؟ كميه، كوانتيتي، كلمه كوانتيتي يعني كميه. شنو هي الكميه؟ هي ماده يمكن قياسها. كميه، كلمه كميه هي ماده يمكن قياسها، لان عندي كميه كبيره وكميه صغيره، كميه متوسطه، اذا لازم هذه حاجه نقدر نقيسها الكميه عندنا احنا. اذا في الكيمياء احنا العامه اللي بنبدا فيها اليوم ان شاء الله، تستغرب انت في البدايه تقول هذه فيزياء ولا كيمياء ولا ميكانيكا ولا فيزياء، تستغرب يعني انت، ولكن هيك احنا بدايتها. الكيمياء العامه اللي هي الجنرال كيمستري تبدا بموضوع اسمه الكميات. كلمه كميات هذه موجوده في الطبيعه، كميه كبيره كميه صغيره نبغى نعرفها. شنو هي الكميه؟ هي ماده يمكن قياسها، هي ماده يمكن قياسها. اذا شنو تعريف الكميه؟ هي ماده يمكن قياسها، هي ماده يمكن قياسها، يمكن قياسها. وناخذ مثال، ناخذ مثال. اول كميه عندنا احنا ماس، شو اسمها؟ ماس. شو معناها ماس يا جماعه؟ كتله. ماس شو معناها؟ ماس كتله. الكتله او الماده، كلمه ماس هي كتله. الكتله طبعا معروفه، يعني اي ماده قلنا تحتل حيز من فراغ ولها كتله. الكتله هذه نقيسوها بالكيلوغرام مثلا او بالمليغرام او بالجرام او غيره. اذا هذه اول كميه. اللي بيقيسها شو اسمه؟ الميزان. بيقيسها منه الميزان، اللي هو البالانس، احنا نسموه فيه بالانس والا ميزان. بتقيس انت زوز كيلو ولا تبي توزن لواحد يعني خضروات ولا فواكه ولا حاجه، طبعا بتستعمل ميزان. اذا هي كتله عندها ماده يمكن قياسها. اذا الكتله شن تعتبر؟ كميه. لماذا؟ لانها ماده يمكن قياسها، وطبعا معروفه عندها وحده قياس. طب نتكلم عليها شوي ثاني. لو ناخذ مثال ثاني، اللينث، طول. اللينث، لينث شو معناها؟ الطول. كلمه لينث باللغه الانجليزيه طبعا يكفي انت بالعربي تقول طول. باهي حتى الاسئله في الامتحان اطمئنوا يعني حتكون باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه السؤال واضح، يعني يجيك سؤال بهذا الشكل والمصطلح يجي بين قوسين. يعني اذا شنو معناها اللينث؟ معناها الطول. الطول هذا يقاس باش بالمتر مثلا، بالمترو مثلا احنا نقوله مثلا، او برولر. رولر شو معناها؟ رولر مسطره يعني، رولر. او بتيب. التيب شنو هو؟ شريط القياس، شريط القياس. اذا هذا يقاس عن طريق المسطره او شريط القياس، شريط قياس، شريط القياس او مسطره، مسطره. هذا بالنسبه لي الطول. اذا شنو الطول؟ يعتبر كميه. لماذا؟ لانه يمكن قياسها. تمام. باهي ناخذ حاجه ثانيه يا سيدي، شو رايكم بالتايم؟ تايم شو معناها تايم؟ الزمن. تايم يعني الزمن. الزمن يعتبر كميه لانه يقاس باش ب واتش. واتش شو معناها واتش؟ ساعه. واتش او كلوك نقولوا ساعه، يقاس بالساعه، ويقاس وحده القياس نتاع الثانيه والدقيقه والساعه يعني، باهي وغيرها يعني ايام ولا شهور ولا هو. المهم اذا التايم يعتبر كميه لانه يمكن قياسها. وفعلا عمرنا احنا عباره عن زمن معين، والاعمار بيد الله زي ما عارفين احنا تمشي باستمرار. نجوا لي حاجه ثانيه هي تمبريتشر، درجه الحراره. تمبريتشر، كلمه تمبريتشر شو معناها؟ درجه الحراره، درجة الحرارة. إذا تمبريتشر عبارة عن درجة الحرارة، درجة الحرارة. إذا درجة الحرارة هذه تقاس بالثيرمومتر، جهاز اسمه شنو؟ ثيرمومتر. كلمة متر بالإنجليزي هنا أو مصطلح لاتيني معناها مقياس، ثيرمومتر. ثيرمومتر يعني مقياس، مقياس درجة الحرارة يقيسوا فيه. طبعا مرات المريض يعني عنده حمى ولا حاجة ولا أنه هبوط في درجة الحرارة، احنا نقيسوها بجهاز. إذا تمبريتشر شنو اسمها؟ تمبريتشر. شو معناها تمبريتشر؟ اللي هي درجة الحرارة، ما تقولش حرارة، الحرارة هي طاقة حرارية، تعتبر كمية أخرى. إذا التمبريتشر درجة الحرارة والتايم
واللينث اللي هو الطول، والماس الكتلة، شنو يعتبروا؟ كوانتيتيز، كمية، تعتبر شنو كمية؟ لماذا؟ لأنها مادة يمكن قياسها، إذا لابد أنك أنت تعرف وحدة القياس متاعها بعدين، ماشي؟ أو جهاز القياس. لو جينا لحاجة اسمها كمية المادة، اسمها amount of substance، كمية المادة. substance شمعنا كمية، substance يعني المادة، amount شمعنا amount حتى هي كمية، كمية المادة، كمية المادة، كمية المادة هذه نسموها amount of substance، حتى هي تعتبر كمية، ونقيسوها بوحدة اسمها المول، حناخدوه إن شاء الله القدام، المول يعني، المول اللي هو الوزن الجزيئي الجرامي، إذا هذه اسمها كمية المادة، إذا كمية المادة نحكي على مادة مثلا الصوديوم أو الكربون أو غيرها يعني، كل هذه العناصر وكل هذه المركبات عندهم كمية مادة يمكن قياسها. إذا نحفظوها حتى هي. بعدين شنو عندي تاني هنا؟ عندي التيار الكهربائي. إلكتريك كارنت. شنو اسمه؟ إلكتريك كارنت. شو معنى كارنت؟ واحنا نقولوا كورنتي ولا تيار كهربائي، اسمه تيار. كارنت يعني تيار. تيار كهربائي. التيار الكهربائي يقاس بوحدة اسمها الأمبير. موش فرق الجهد هذا، التيار الكهربائي هذه نسموه فيها شدة التيار الكهربائي، إذا بالعربي الوحدة هذه شو نسموه فيها احنا؟ شدة التيار الكهربائي، شدة التيار الكهربائي. إذا شدة التيار الكهربائي تعتبر كمية ولا مش كمية؟ تعتبر كمية، لأنه يمكن قياسها بجهاز اسمه الأميتر، جهاز اسمه الأميتر يعني، باهي، وتقاس بوحدة اسمها الأمبير، حنشرحها شوي تاني. آخر كمية عندنا أساسية احنا في كميات أساسية مهمة، حاجة نسمو فيها شنو؟ لومينس انتنسيتي. لومينس معناها الاستضاءة. لومينس انتنسيتي شو معناها؟ انتنسيتي شدة، شدة الاستضاءة، هذه اسمها شدة الاستضاءة، هذه كمية فيزيائية، شدة الاستضاءة. الاستضاءة معناها شدة ضياء الشيء، يعني الشيء كيف يضوي، يعني زي يعني بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا، صدق الله العظيم. الضياء هو مصدر يعني، وفعلا الشمس تشع في القرآن. نورا، النور لا منعكس، لأن كنا نعرف أن ضوء القمر يعني منعكس من أشعة الشمس، إذا منه مصدر الأشعة أكثر قوة هو الشمس يعني، لأن النور يعتبر منعكس أو مرتد علينا إحنا، إذا باختصار هذه قيسوا فيها بوحدة اسمها الشمع، 3 شمع، 10 شمع، 20، يعني قصة طويلة. فنش نبيكم تعرفوا تو، نبيكم تحفظوهم، هذا لازم تحفظوه، هذا لازم تعرفوهم، اسمهم الكميات الأساسية السبعة، 7 كميات أساسية. لو احنا نعدوهم مع بعضنا، هذه الكمية رقم شنو؟ 1، اللي اسمها الماس. شو اسمها؟ ماس. شو معناها ماس؟ كتلة. رقم 2 منو عندنا؟ لينث اللي هو الطول. رقم 3 شنو هو؟ تايم اللي هو الزمن. رقم 4 منو عندنا؟ تمبريتشر، درجة الحرارة. رقم 5 منو عندنا؟ الاماونت اوف سبستانس اللي هي كمية المادة. كمية المادة تقاس بوحدة اسمها المول، حندرسها إن شاء الله. بعدين رقم 6 شنو عندنا؟ إلكتريك كارنت، التيار الكهربائي أو شدة التيار الكهربائي. أخيرا رقم 7 شنو عندنا إحنا؟ لومينس انتنسيتي. هذا نسموا فيهم هما الكميات السبعة الأساسية، هذا هما بتحفظوهم، لازم تحفظوهم وتحفظوا وحدة القياس متاعهم. وحدة القياس تو نشرحها، لكن تو مبدئيا أرجوكم احفظوهم، مهمات جدا جدا جدا، يعني مش كلهم حنستعملوهم في الحسابات. أهم واحدة بالترتيب الماس، الكتلة، اللينث، التايم، التمبرتشر، والأماونت أوف سبستانس. الباقي هذا يعتبر فيزياء. طبعا منهج النص فيه حندرسوا فيه النقاط هذه الأولى، وبعدين ناخذوا حسابات المول. إذا الأماونت أوف سبستانس واحفظوها، تقاس بوحدة اسمها المول أو مول، وحنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات القادمة في الكيمياء العامة، باهي، في موضوع اسمه الحسابات الكيميائية أو الحساب الكيميائي. إذا هذا هم الكميات السبعة الرئيسية، أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم أنتم وفهمتوهم بها. إذا هذا هو ملخص المحاضرة، شن هي باختصار؟ قلنا الجينيرال كيمستري، الكيمياء العامة، طبعا عندها عدة صور، تدرس مركبات مختلفة، مركبات عضوية أورجانيك تحتوي على الكربون، مركبات غير عضوية لا تحتوي على كربون، مركبات حيوية بايو كومباوندز تحتوي على كربون وهيدروجين وأكسجين، ومنها الكربوهيدرات والدهون والجلوكوز وغيرها وغيرها. بعدين تكلمنا عن الكميات الأساسية، تعالوا نتكلم عليهم أكثر وأكثر إن شاء الله. باهي. طبعا في الكميات طبعا عندنا حاجة مهمة جدا جدا اسمها SI unit اللي هي International System. هي International System شو معنى System؟ جهاز أو النظام. System شنو؟ جهاز أو النظام. إذا نسمو فيه إحنا النظام العالمي لمنو؟ القياس. Measurements شو معنى Measurement؟ يعني القياس.
القياس. إذا سموا فيها شنو؟ النظام العالمي للقياس. النظام العالمي للقياسات. للقياسات. باهي قياسات. كلمة قياسات يعني قياس، يعني يونت، وحدة معينة بتقيس. بنقيس مثلا طول السبورة، هذا طول السبورة قداش؟ زوز متر مثلا، زوز متر. والعرض متاعها قداش؟ حوالي متر، 1 متر. يعني أنت قست، يعني استعملت يعني جهاز للقياس. إذا هذه القياسات. بشنو هي الكمية اللي أنت قستها؟ كمية الطول، يعني اللي هي طول السبورة مثلا، أو عرض السبورة، أو الارتفاع، أو غيرها، يعني أي وحدة من الوحدات. تمام. إذا النظام العالمي، النظام العالمي، كلمة نظام العالمي International System، اختصروا لها كلمة SI. يقيسوا فيها بحاجة شو اسمها؟ SI unit. SI units. SI units شو معناها؟ SI يعني System International، أو International System للunits اللي هم الوحدات. بهي طبعا شو بيدرس النظام هذايا؟ يدرس الكميات السبعة الرئيسية اللي تكلمنا عليها ماما، اسمهم quantities. شو اسمهم؟ quantity. إذا شو معناها quantity؟ الكمية. quantities الكميات، هي مادة يمكن قياسها. طبعا تقيسها بوحدة شو اسمها؟ يونت. مثلا تقول كيلومتر، هذه وحدة قياس مسافة. أم تنقول لك دقيقة، هذه وحدة قياس زمن. أم تنقول لك مثلا كيلوغرام، هذه وحدة قياس كتلة. أم تنقول لك 37 درجة مئوية، هذه وحدة قياس التمبرتشر، درجة حرارة. وبالتالي نكون احنا عرفنا شن الفرق ما بين الكمية ووحدة القياس متاعها. إذا لازم تعرف كل كمية شن هي وحدة القياس متاعها، ضروري الدولية. باهي فاحنا حنديروا جدول نتكلموا عن هذا الكلام. إذا زي ما شرحت بكري، الكميات الأساسية شن اسمهم؟ essential. شن اسمهم؟ essential. شو معناها essential؟ يعني أساسي. إذا يكفي تعرف بالعربي من هي الكميات السبعة الرئيسية، أهم السبعة اللي بكري شرحتهم. أول كمية شو قلنا احنا؟ ماس. شو معناها ماس؟ الكتلة. باه لينث، شو معناها لينث؟ الطول. ديستانس شو معناها؟ المسافة. نفس الشيء يعني تقريبا هم زي بعض، ويقاسوا بوحدة المتر، لكن في فرق. أنت تقول طول مثلا، طول الشخص، طول السبورة مثلا، هذا لا يتغير. ولكن أنت تقول ديستانس، طول حتى هو ولكن مسافة، ها زي المتجه بالضبط. يعني ديستانس يعني مسافة، يعني قطعته مسافة مقدارها متر، مسافة مقدارها متر. إذا احنا نقول المسافة المقطوعة، وهذه نستعمله فيها لحساب السرعة مثلا اللي هي الفيلوسيتي. باهي لكن الزوز يقاس بالمتر أو الكيلومتر أو غيره. الوحدة اللي بعدها تايم، شو معناها تايم؟ احنا قلنا الزمن. الزمن تايم يعني شنو؟ الزمن. التمبريتشر شو معناها؟ التمبريتشر درجة الحرارة. درجة الحرارة هذه كلها كميات السبعة الأساسية، درجة الحرارة. amount of substance اللي هي كمية المادة، كمية المادة تقاس بالمول. electric current اللي هو التيار الكهربائي، طبعا هذا مراجعة اللي اخذناه، لكن تو نبغى ناخذ حاجة مهمة جدا. luminous intensity اللي هي شنو؟ شدة الاستضاءة. شدة الاستضاءة، شدة الاستضاءة يكفي تعرفها وتعرف وحدة القياس فقط، التفاصيل مش مطلوبة. إذا نيتو شو بندير لكم أنا؟ بندير لكم جدول. بنديروا شنو هنا؟ جدول. شنو الجدول هذا؟ بتحفظوه وديما يسألوا فيه سؤال وصل يجيبوا فيه، اللي هو الوحدات القياس والوحدة القياس متاعها الدولية. زي تو هيك جدول، زي تو ديرها زي تو هيك، تعرف الكمية هنا، الكمية ووحدة قياسها هنا، الكمية ووحدة قياسها، وحدة قياسها، وحدة قياس عشان معناها احنا يونت، نسموها فيها وحدة قياس دولية SI unit. SI unit، وهذه الكمية يعني الكوانتيتي، الكمية الأساسية، الكمية الأساسية. قداش عندي كمية أساسية؟ قلنا احنا سبعة، رقمهم 1 2 3 4 5 6 و7. فاهم؟ أول كمية شو قلنا لها احنا؟ ماس، الكتلة. ماس مثلا تقاس بكيلوغرام، كيلوغرام اسمها الكيلوغرام، كيلوغرام هذه الوحدة الدولية. بتقول يا دكتور والله فيه جرام وفيه ملي جرام، نقول لك ايه فيه، ولكن الأساسية كيلوغرام. هم اختاروا الكيلوغرام لأنه محسوس وملموس بالنسبة للإنسان، يقدر يتخيله، يقدر يعني يقيمه، يقدر يتعامل معه. باهي إذا هذا بالنسبة للماس. اللينت، بالنسبة للينت الطول يقاس بوحدة شو اسمها؟ المتر. المتر وحدة شنو اسمها؟ المتر، أو نسمو فيه يعني متر. الزوز صح يعني متر، هذه أصح يعني المتر زي تو. بعدين شنو عندي هنا؟ عندي التايم. تايم
التايم طبعا انت تقدر تحس ساعة، صعب دقيقة يعني، ممكن تعد دقيقة لكن ثانية سكند، لان الاس رمز بتاعها عشان هي سكند، عشان منها سكند ثانية. بهي اربعة منه عندي هنا تمبريتشر، درجة الحرارة تمبريتشر طبعا تقدر تقيسها بمقياس سلسيوس اللي هو المقياس المئوي، والفارنهايت اللي هو المقياس الفهرنهايت هدايا، ولكن الجهاز الرئيسي هو كلفن، هذه هي الوحدة الدولية. إذا الكلفن نكتبه فيها زي توه احنا، كلفن هو وحدة قياس التمبريتشر، هو الوحدة الدولية لدرجة الحرارة. إذا في الامتحان يجيك سؤال واحد بس، هو يقول لك شنو هي وحدة قياس الدولية للزمن مثلا، هل هي الدقيقة ولا الثانية ولا الساعة ولا انت شنو بتختار؟ الثانية اللي هي سكند، يكتبها لك بالعربي وبالانجليزي الزوز. او يجيك يقول لك مثلا التمبريتشر شنو وحدة قياس الدولية، هل هي السلسيوس او الكلفن او الفارنهايت، انت شنو بتختار؟ بتختار الكلفن. او يجيك سؤال بالعكس يقول لك المتر مثلا هو وحدة قياس مثلا الكتلة ولا الطول ولا الزمن ولا درجة الحرارة. اذا هذا ابسط سؤال ممكن يجيكم حول هذا الموضوع. لو جينا لكمية المادة amount of substance، amount of substance كمية المادة، هذا يقاس بوحدة شنو قلنا احنا اتفقنا عليها، قلنا المول، هذا يقاس بوحدة شو اسمها مول، طبعا ما فيهاش اختصار، هي مول هيك زي توا جاي من كلمة موليكيول وهو الوزن الجزيئي الجرامي، الوزن الجزيئي الجرام. اللي بعده طبعا احنا قلنا الالكتريك كارنت، مش مهم هلبة، هذا تعرف الوحدة متاعها وخلاص، الكتريك كارنت ويقاس بوحدة شنو قلنا احنا امبير، احفظوها فقط يعني هذا وصول، مش حنحسب احنا حسابات هلبة لا، لكن فقط اعرف ان هي امبير، اسمها امبير. اذا الامبير هو وحدة قياس شنو؟ شدة التيار الكهربائي. اخيرا عندي شدة الاصطداع لومينس انتنسيتي، الكلمة صعبة عليكم عارف انا، انتنسيتي ولكن يكفي بالعربي حيكتبوها لك في الامتحان مرات، شدة الاصطداع لومينس انتنسيتي تقاس بوحدة اسمها سي دي وهي كاندلا، كاندل او كاندلا شو اسمها؟ كاندلا. تمام خلاص، واذا هذا هو الجدول، اتمنى تحفظوه. حاجة أخيرة طبعا ثالث مرة اني بنترجمها باش تحفظوها، ماس شمعناها ماس الكتلة، لينت شمعناها الطول، تايم شنو معناها الزمن، تمبرتشر يعني درجة الحرارة، درجة الحرارة. به شنو عندي ثاني؟ كمية المادة amount of substance، كمية المادة electric current اللي هو التيار الكهربائي، او احنا نقوله شدة التيار الكهربائي. ومن عندي ثاني luminous intensity اللي هي شدة الاستضاءة، شدة الاستضاءة، شدة الاستضاءة. باي خلاص، إذا هذا هم الوحدات، ونتمنى تكونوا حفظتوهم وعرفتوهم ويكونوا إن شاء الله سهلات يعني زي ما مكتوبة هنا. باي شنو وعدنا ثانية، هاي لقطة ثانية نبيكم تفهموها شنو هي. طبعا بالنسبة للكميات نعود كي نشوف الموضوع هذا، International System of Measurements، International System of Measurements اللي هو الجهاز أو النظام الدولي للقياس، Measurement للقياس. باهي يشمل الكوانتيتيز الكميات والوحدات القياس متاعها. باه شن تعريف الكمية قلنا احنا؟ هي مادة يمكن قياسها، هي مادة يمكن قياسها. تمام، إذا الكميات اللي عندنا احنا في كميات أساسية سبعة وبتحفظهم، وفي تو ناخذ حاجه ثانيه وهي كميات غير اساسيه اسمها ديرايفد. شو معناها ديرايفد؟ مشتقه، كميات مشتقه. شنو هي الكميات المشتقه دي؟ هي كميات يتم نشتقاها منين؟ من الكميات الاساسيه. اذا الكميات الاساسيه قداش عددهم؟ سبعه، لا تتغير، احفظناهم وعرفناهم وعرفنا وحدات القياس الخاصه بها. تمام خلصوا، اذا هذا بالنسبه للكميات الاساسيه. باهي والكميات المشتقه، الكميات المشتقه عندها قانون، الكميات المشتقة عندها قانون، نترجموهم نتعرفوا عليهم، طبعا مش كلهم حناخذوهم احنا عينة بس فقط، زي شنو مثلا؟ زي area، كلمة شنو area؟ area يعني شنو المقصود بها؟ المساحة، area يعني شنو؟ المساحة. شنو هي الاريا طبعا؟ انتوا درستوها في المرحلة الثانوية، طبعا أهم حاجة يهمني مثلا في السبورة شنو الاريا؟ المساحة باش نقدر نكتب صح؟ شوفوا السبورة هنا، المساحة يعني الطول ضارب العرض، شنو بيعطينا؟ المساحة. إذا الطول ضارب العرض بيعطينا المساحة، يعني لو ضربت أنت متر ضارب متر حيطلع لي شنو؟ متر مربع، هذه وحدة قياس المساحة. إذا شنو فهمنا إحنا؟ فهمنا أن المساحة تساوي الطول اللي هو L ضارب W، شنو W؟ العرض،
وبالتالي عرفنا ان هي مشتقة من زوج وحدات طول، طول ضرب طول، متر ضرب متر، فهمت ولا؟ اذا الوحدات المشتقة عندها قانون، تشتق من كميتين او اكثر. نفس الشيء الحجم، الحجم شو بيساوي؟ بيساوي الطول ال ضرب العرض W ضرب الارتفاع اللي هو الهايت H، وحنتكلم عليه. اذا الحجم يعتبر وحدة كمية مشتقة. لماذا كمية مشتقة؟ لانه مشتق من حاصل ضرب كميات اساسية، كميات اساسية اللي هي الطول. velocity شو معناها velocity يا جماعة؟ احنا طبعا volume نبيكم تعرف ان هو الحجم، volume يعني الحجم، velocity يعني السرعة، نسيت نترجمها هنا بهي السرعة. اذا velocity شو معناها؟ السرعة. السرعة شو بتساوي هنا؟ ترى شوفوا، تساوي المسافة على الزمن، تقاس بالكيلومتر على الساعة او بالمتر على الثانية، بهي حنتكلم عليها ان شاء الله قدام. اذا هذه هي السرعة، السرعة تعتبر تساوي distance المسافة، distance على التايم، على التايم على شنو؟ الزمن. بهي density الكثافة، density الكثافة، والكثافة شو بتساوي؟ تساوي الكتلة mass على الفوليوم، على شنو؟ على الفوليوم. شنو هو الفوليوم؟ الحجم. بهي فورس شو معناها؟ فورس السرعة. بهي اذا density شو قلنا احنا؟ الكثافة. فورس القوة، فورس شو معناها؟ القوة، فورس يعني القوة. والقوة شو بتساوي؟ القوة شو بتساوي؟ تساوي الكتلة ضرب عجلة الجاذبية الأرضية. القوة تساوي الكتلة اللي هي ماس ضرب الـ A اللي هو الأكزيليريشن، أكزيليريشن. بهي أعرفها طبعا، التفاصيل مش مهمة، مجرد اليوم مقدمة محاضرة. إنرجي شو معنى إنرجي؟ الشغل أو الطاقة. الطاقة شو بتساوي؟ تساوي القوة ضرب المسافة. F ضرب شنو؟ distance المسافة، أو S distance المسافة. البريشر شو بيساوي؟ البريشر الضغط، الضغط، الضغط شو بيساوي؟ القوة على المساحة، يساوي الفورس قوة على اريا. فورس معناها القوة واريا المساحة. إذا هذه أمثلة بس، يعني ما تركزوش على هلبة، القوة على المساحة. نبي نفهمك إن الضغط مثلا يعتبر يعني كمية مشتقة. لماذا؟ لأنه مشتق من كميتين أخريتين، القسمة القوة على المساحة، البريشر الضغط حتى هو حناخدوه. طبعا كلهم حناخدوا عليهم أمثلة بسيطة وخلاص. يعني هذا هو منهجنا إن شاء الله في الجزء الأول من مادة الكيمستري أو الجينيرال كيمستري. وزي ما تلاحظوا إنه زي الفيزياء، يعني تستغرب أنت تقول المواضيع هذه مش هادهم فيزياء وميكانيكا درسناهم، قوانين الحركة متاع نيوتن، قوانين القوة، يعني الاحتكاك وغيرها. لا لا، احنا مجرد نعرفهم فقط، نعاودها بسرعة كي باش ما تلخبطوش. derived quantity كميات المشتقة، الكميات المشتقة جاية من حاصل ضرب أو قسمة كميات الأساسية السبعة. أبسط واحدة فيهم الأريا اللي هي المساحة، المساحة شو بتساوي؟ الطول ضرب العرض. بعدين الفوليوم الحجم، الحجم شو بيساوي؟ الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. بعدين عندي velocity شو معناها؟ velocity، velocity يعني السرعة، السرعة تساوي المسافة على الزمن، distance على time مسافة، وهي وحدة أساسية، على الزمن وهو وحدة أساسية أخرى قسمة متاعهم. لو درنا حاجة اسمها density الكثافة، الكثافة تساوي الكتلة على الحجم اللي هي الماس على الفوليوم. الفورس القوة، القوة تساوي الكتلة ضرب العجلة الجاذبية الأرضية أو العجلة سوري. بهي إذا الفورس القوة تساوي الكتلة ماس ضرب acceleration، شنو هو؟ التسارع، أو ما إحنا نقوله عجلة متاع السرعة. بهي الانرجي، الانرجي هي الطاقة، الطاقة والشغل المبذول يساوي القوة ضرب شنو؟ المسافة، القوة ضرب المسافة. البريشر اللي هو الضغط، الضغط يساوي القوة على المساحة. ماشي، إذا هذه بعض الأمثلة إن شاء الله تكونوا فهمتوها وحناخذوهم تو بالتفصيل. إذا المواضيع هذه اليوم مجرد إني أشرت لها وتعرفنا لها كخطوة أولى في المحاضرة الأولى. إن شاء الله في المحاضرة الثانية بإذن الله حنتكلموا أكثر، وحنتكلموا على هذه الكميات، نتكلموا على الوحدات متاعها، وحدات التحويل كذلك. بعدين ناخذ الكميات المشتقة، ناخذ عليها أمثلة، ونكون هيك غطينا جزء لا بأس به من المقدمة، وتكونوا دخلتوا تدريجيا في جو الكيمياء العامة اللي نتمنى تكونوا تفهموها وحفظتوها كويس بإذن الله. فموفقين إن شاء الله، ونتلاقوا في المحاضرة الجاية. السلام عليكم.